السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشيدا في الكروشيه والأعمال اليدوية. كما كتلاحظوا عندي هاد الورقات وهاد الغصن، إن شاء الله غنوريكم الطريقة كيفاش غتصاوبوه والأدوات اللي غتحتاجوها. هي هاد النوع ديال الخيط اللي هو كوردون، كنحتاج جوج، كنحتاج إبرة كروشي رقم 3.5 ومقص. على بركة الله غادي نبداو. طريقة، غتاخدو هاد جوج ديال الخيوط، غادي نخدمو سلسلة أو ميشانات فيها 10 ديال السلسلة، 5 6 7 8 9 10. من بعد ما كملنا 10 غادي نبداو نخدمو 6، 1 2 3 4 5 6. وفي هاد 6 ديال السلسلة غادي نخدمو الورقة بهذا الشكل. غادي ننتقلو للعين الثانية اللي هي هادي، نوليو العين الثالثة غادي نخدمو فيها. العين الثانية أو الثالثة غادي نخدمو فيها المغودية، غادي نخدمو فيها نصف غرزة عمود بهذا الشكل. غادي نوليو غير في هادي، في هاد المغودية غادي نخدمو فيها 3 ديال غرز عمود، 1 2 3 في نفس العين. العين المغودية غادي نخدمو فيها نصف غرزة عمود بهذا الشكل. العين الموادية غادي نخدمو فيها غرزة حشو بيكوت، 3 ديال السلسلة، نمشيو هنايا وغادي نخدمو مايكولي، نجرو الخيط بهذه الطريقة. وفيها غادي نخدمو في نفس العين غادي نخدمو غرزة حشو، غادي نرجعو هنا، غادي نمشيو هنا للعين المقابلة نصف غرزة حشو، غادي نخدمو غرزة حشو. هادي اللي خدمنا فيها 3 ديال غرز عمود، غادي نخدمو فيها 3 ديال غرز عمود. موراها العين الموالية اللي هي هادي غادي نخدمو فيها نصف غرزة عمود. موراها نمشيو هنا وغادي نديرو مايكولي باش نكملو الورقة ديالنا. غادي نحصلو على هاد الورقة، غادي نخدمو 6 ديال غرز ديال السلسلة، وغادي نمشيو هنا هنايا غادي نخدمو غرزة حشو. من بعد ما حصلنا على هاد النتيجة هادي غادي نزيدو نخدمو 10 ديال السلسلة، 4 5 6 7 8 9 10. عفوا غادي نقص 4، غادي نخدم غير 6 ديال السلسلة، وغادي نمشيو هنا للثانية ونخدمو نفس الطريقة
اللي خدمنا بها الورقه الاولى. غادي نعاود نفس الطريقه باش توضح لكم الامر اكثر. نخدمو هنايا في هادي، غادي نخدمو فيها ثلاثة ديال الغرز عمود في نفس العين، جوج ثلاثة، نمشيو هنا العين الموالية نصف غرزة عمود. هنايا غادي نخدمو غرزة حشو، نخدمو هاد لابيكوت بثلاثة ديال السلسلة. هنايا غادي نجمعهم كاملين نفس العين، غادي نخدمو فيها غرزة حشو. وراها غادي نمشيو هنا هاد العين هادي، وغادي نخدمو فيها نصف غرزة عمود. هنايا فين خدمنا ثلاثة ديال غرز عمود، غادي نخدمو ثلاثة ديال غرز عمود، واحد جوج ثلاثة. هنايا غادي نخدمو هنا العين الموالية نصف غرزة عمود، وهنايا ما يقولي. من بعد غادي نخدمو ستة ديال سلسلة، وغادي نمشيو نفس المكان اللي مشينا له في الورقة الأولى هنايا، وغادي نخدمو غرزة حشو. غادي نحصلو على هاد جوج ديال الورقات، هادي وهادي. هنايا غادي نخدمو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هنايا غادي نزيدو نكملو ستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. غادي نمشيو للعين الأولى هنايا نصف غرزة عمود، هنايا ثلاثة ديال غرز عمود، واحد جوج ثلاثة. هنايا العين الموالية غادي نخدمو فيها نصف غرزة عمود. هنايا العين الموالية اللي هي ستة غرزة حشو بيكوت بهذا الشكل، وفي نفس العين غادي نخدمو غرزة حشو. هنايا نصف غرزة عمود، وهنا غادي نخدمو ثلاثة ديال غرز عمود نفس الطريقة اللي كنا خدمنا بها الورقات الأولى، نصف غرزة عمود. كنمشيو هنا صافي، كنوليو نخدمو واحد جوج ثلاثة باش ما تحلناش الخيط ديالنا، كنحاولو أننا نزيرو بهذا الشكل، كنقطعو بالمقص. كنحصلو على هاد الغصن في هاد الورقات. هادي كنسبق لي حددتها بالميكوات باش جات هكذا بهاد الشكل هذا. وهنايا غادي نحاول انني نلصقها بالخيط،
على هذا الشكل، نشدو الإبرة، نشدو نفس الخيط اللي خدمنا به باش نثبتو العمل ديالنا. أنا كنستعمل هاد لاكول هادي، تقدرو تثبتوها بلا زبانك أو لا بالإبرة باش تثبتو العمل ديالكم، تعرفو فين غادي تخدمو. غادي نثبتها في البلاصة فين باغية، ونثبتها من بعد بالإبرة باش تبقى لي باش ما تمشيليش. انا بغيتها تكون على هذا الشكل، واللي ما عندوش هذا النوع ديال لاكول يقدر يستغنى عليه ويخدم غير بالابر بالزبانك. كنبقاو غاديين بالابره والخيط حتى كنثبتو العمل ديالنا. هي الطريقه ديال الخياطه، كتعطيها واحد الجماليه. نجيو هنايا نحطها هكذا، هاد السلسله اللي كنا خدمناها وراء العمل ديال المرقه نحاولوا اننا ما نبينوهاش. كتجي هنا هذيك الطريقه غير باش ما نكثروش علينا الخيوط بزاف. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه وتقدروا تطبقوها بكل بساطه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو معايا الا كنتو مازال، تشتركوا معايا في القناه وتخليوا لي لايك وتعليق. مرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا مرحبا بالاقتراحات ديالكم، اهلا وسهلا. كنشكركم اللي تبعتوا معايا لا فيديو الى الاخير، وهي النتيجة. كتجي بهذه الطريقة هذه. شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو لاحق بإذن الله.